بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. مرحبا بالجميع في هذه الفقرة والتي سنتحدث فيها عن بعض المواضيع المتعلقة باللغة الفرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى فعلا مهما يستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية، سواء تعلق به الأمر كمساعد نستعمله مع أفعال أخرى في أزمنة مركبة، أو أنه يأتي كفعل حقيقي في الأزمنة البسيطة. إذا هنا سنتحدث عن هذا الفعل le verbe être في بعض المواضيع البسيطة التي يمكن أن نستعملها يوميا. إذا le verbe être et le dialogue de base. إذا هنا نتحدث عن le verbe être فعل كان، ثم الحوار الأساسي le dialogue de base. إذا نقول مثلا je suis français. Je suis français. أنا فرنسي. طبعا هذا في المذكر. في المؤنث نقول je suis française. أنا فرنسية. إذا نقول أيضا vous êtes italien. أنتم إيطالي. هنا نستعمل الضمير vous للأدب. إذا en français le verbe est en général précédé d'un nom ou d'un pronom sujet. إذا في اللغة الفرنسية الفعل بصفة عامة، لا نتحدث هنا عن le verbe être فقط، بل عن كل الأفعال في اللغة الفرنسية. إذا الفعل في اللغة الفرنسية بصفة عامة يسبق باسم فاعل أو بضمير فاعل. إذا نتكلم هنا عن en français le verbe est en général précédé d'un nom ou d'un pronom sujet. أيضا من جهة أخرى في اللغة الفرنسية je et vous sont les pronoms de base du dialogue. إذا نتكلم هنا عن je et vous، أنا وأنتم، هذين الضميرين sont les pronoms de base du dialogue، يعني أنهم الضمائر الأساسية للحوار. إذا أنا وأنتم هذان الضميرين، إذا يعتبران الضميرين الأساسيين في الحوار. نقول مثلا vous êtes de Paris monsieur Ricard. أنتم من باريس يا سيد ريكارد. إذا يجيب السيد ريكارد non je suis de Marseille، يعني لا أنا من مارساي. إذا هنا سنتكلم عن le verbe être مع بعض الجنسيات quelque nationality، بعض الجنسيات. نقول مثلا je suis anglais، يعني أنا إنجليزي. je suis anglaise، أنا إنجليزية. je suis allemand، أنا ألماني. je suis allemande، أنا ألمانية. je suis grec، أنا يوناني. je suis japonais، أنا ياباني. je suis brésilien، أنا برازيلي. je suis brésilien، أنا برازيلية. نقول مثلا مع vous êtes espagnol، أنتم إسباني. أو vous êtes américain، يعني أنتم أمريكي. vous êtes portugais، يعني أنتم برتغالي. vous êtes ريس، يعني أنتم روسي. أو نقول vous êtes australien، يعني أنتم أسترالي. أو نقول مثلا vous êtes hollandais، أنتم هولندي. إذا هنا رأينا بعض من الأمثلة من الجنسيات باللغة الفرنسية مع je et vous. الآن سنرى le verbe être مع la préposition à, de, chez. عندما نستعمل être مع a indique la ville où on est، يعني أن a في هذه الحالة تدل على المدينة حيث نحن. أما إذا استعملنا être مع de فإن de indique la ville d'origine، يعني أن de تدل على المدينة الأصل. إذا نعود إلى A، نقول مثلا je suis à Berlin، أنا موجودة في برلين، أنا كائنة في برلين. أو نقول مثلا je suis à Londres، أنا موجود في لندن. je suis à Moscou، أنا موجود في موسكو. لاحظوا الآن استعمال être مع de. نقول مثلا je suis de Rome، أنا من روما، أنا أصلي من روما. نقول مثلا je suis de Madrid، أنا من مدريد عاصمة إسبانيا. أنا أصلي من مدريد. je suis de Lisbon، أنا من لشبونة. إذا كما نلاحظ استعمال être مع a la préposition a، كما لو نقول حرف a. إذا être مع هذا a يدل على المكان أو المدينة حيث نحن. أما إذا استعملنا être مع de مثلا كما رأينا، إذا هذا يدل على المدينة التي نأتي منها. إذا الآن بقي لنا le verbe être مع la préposition chez. إذا عندما نستخدم être مع الشيء، فهنا الشيء s'utilise avec les personnes،
يعني هنا الشيء تستعمل مع الأشخاص وليست كما رأينا مع آ ودو التي تستعمل مع الأماكن أو المدن. إذا نقول مثلا مع الشيء Je suis chez Pierre. أنا عند بيير. أنا كائن عند بيير. أقول أيضا Je suis chez des amis. أنا عند أصدقاء. Je suis chez moi. أنا عند نفسي. المقصود أني موجود في منزلي. طبعا عندما نستخدم être مع دو ممكن أيضا أن نستخدم être مع دي أبوستروف. نقول مثلا Vous êtes دو التي هي في أصل Vous êtes de où يعني أنت من أين؟ أنت من أي منطقة أو من أي مدينة أو من أي بلد؟ Vous êtes d'où؟ إذن يقول الشخص مثلا Je suis d'Athènes. أنا من أثينا. الآن سنمر إلى بعض التمارين التي سنرى فيها بعض استعمالات للـ verb être. إذن سنختار بين Je suis أو Vous êtes. Complétez يعني أتم. Créez d'autres dialogues. أخلقوا حوارات أخرى. إذن عندنا Vous et d'où. بماذا سنكمل؟ إذن هل سنكمل ب Je suis أو Vous êtes؟ أعيد السؤال Vous d'où. إذن سنقول Vous êtes دو أنتم من أين؟ ثم بعدها عندنا نقط ثم سوي أنجلي. ماذا سنقول؟ إذا سنقول Je suis أنجلي. ثم عندنا Je نقط de Londres. ماذا سنضع في هذه النقط؟ إذا أكيد سنقول Je suis de Londres. ثم يقول هذا الشخص Et vous نقط دو. إذا ماذا سنقول؟ Vous êtes دو. إذن أنتم من أين؟ إذن وأنتم أنتم من أين؟ إذن بعدها سيجيب الشخص الأول عندنا نقط سوي داتين. إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول Je suis داتين. ثم عندنا نقط غريك. ماذا سنقول؟ إذن سنقول Je suis غريك. أنا يوناني. ثم بعدها فو نقط ماريي. ماذا سنضع في هذه النقط؟ أكيد سنقول Vous êtes marié. Vous êtes marié. هل أنتم متزوجون؟ إذا سيكون الجواب Non. نقط célibataire. إذا ماذا سنضع في هذه النقط؟ إذا سنقول Non. Je suis célibataire. لا. أنا عازب. Et vous? نقط marié. إذا سنقول Et vous? Vous êtes marié. إذا وأنتم؟ هل أنتم متزوجون؟ إذا سيكون جواب oui نقط marié. إذا الجواب سيكون ماذا؟ oui je suis marié. إذا إلى هنا نكتفي بهذا القدر. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.